السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة إصابة خطيرة، إصابة خطيرة لبنت الفنانة أصالة أثناء ما كانت في الجيم وبتلعب رياضة حصل لها مشكلة، وكان هيحصل لها كسر في العمود الفقري. بعد ما تم نقلها المستشفى وطلعت الفنانة أصالة منهارة انهيار تام وطلبت الدعاء من الجمهور. أقول لكم كل التفاصيل في الفيديو، وكمان أتكلم معاكم النهاردة عن الفنان ماجد المصري بعد ما طلع وقال بنتي بتموت، ادعوا لها بالله عليكم. أقول لكم شوية تفاصيل. كنا اتكلم معاكم النهارده عن خبر وفاة الفنان راغب علامة. كمان اتكلم معاكم النهارده عن بدرية طلبة يا جماعة ظهرت من داخل المستشفى وهي داخلة تعمل عملية جراحية. ايه تفاصيل العملية؟ اقول لكم شوية تفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، هبتدي معاكم بأول موضوع، موضوع الفنانة بدرية طلبة بعد ما طلعت وحطت صورة كده ليها أثناء ما كانت في المستشفى أو أثناء ما كانوا بيحضروها للعملية اللي هتعملها. طب إيه هي العملية أو إيه التفاصيل؟ أقول لكم شوية تفاصيل والموضوع بالظبط. بعد إصابة بدرية طلبة سبب يؤدي إلى استئصال المرارة فورا، نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة لها من داخل إحدى المستشفيات عبر الإنستجرام معلنة عن خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة لتنهال التعليقات بالدعاء لها. كتبت بدرية طلبة: الحمد لله مرارتي اتفقت وشلتها، وشكرا لكل اللي سأل عليا، ربنا يتم شفايا على خير. بصورة من داخل غرفة العمليات أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن خضوعها لعملية جراحية لإزالة المرارة، حيث تعرضت مؤخرا لوعكة صحية مفاجئة اضطرت على إثرها الأطباء إلى إزالة جزء المرارة من جسمها، وطمأنت بدرية طلبة وأنها خرجت من العمليات وبخير، طمأنت جمهورها يعني. وحرص عدد كبير من نجوم الفن على إرسال تعليقات لمساندة بدرية في أزمتها الصحية، ومنهم الفنانة الاستعراضية دينا والفنانة هبة مجدي. وعلقت بدرية على صورتها وقالت: الحمد لله أنا طلعت من المستشفى لكن لسه تعبانة لأني لسه كنت في غرفة العمليات امبارح، يعني العملية لسه كانت عاملاها امبارح يا جماعة، عملت عملية استئصال مرارة زي ما قلت لكم ان هي الفتره اللي فاتت تعبت وتم نقلها المستشفى، ولما عملوا لها شويه فحوصات وشويه اشعه قالوا لها لازم تخشي تعملي عمليه استئصال مرارة. دخلت عشان تعملها حصل لها مشاكل في السكر والضغط، وكانت خايفه او التوتر خلاها في حاجات عندها في جسمها مش مظبوطه، فاضطروا ان هم ياجلوا العمليه لغايه امبارح. ودخلت امبارح عملت العمليه بعد ما طبعا كل حاجه في جسمها بقت كويسه، واطمنوا ان هي ممكن تدخل في اي وقت تعمل العمليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أتمنى منكم تدعوا لها دعوة كويسة في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده، موضوع خبر وفاة الفنان راغب علامة. الفنان راغب علامة يا جماعة توفى. طب إيه الخبر ده؟ امبارح يا جماعة كل مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتتكلم عن خبر وفاة راغب علامة فجأة بعد تعرضه لحادث سير مروع. طب إيه القصة؟ وفعلا الفنان اتوفى؟ أقول لكم شوية تفاصيل. بصوا، راغب علامة: خبر وفاتي شائعة سخيفة تستهدفني. تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المطرب اللبناني راغب علامة إثر حادث سير مروع، مما أسفر عن وجود حالة كبيرة من القلق والحزن لدى متابعينه. وتواصلت جريدة معينة مع المطرب راغب علامة وقال: الحمد لله أنا بألف خير، واللي سمعتوه شائعة سخيفة تستهدفني للأسف، شكرا لكل من اهتم وسأل عني، الله يبعد الشر عنكم جميعا. وأحيا المطرب راغب علامة مؤخرا حفل غنائي ناجح في الساحل الشمالي. الفنان ما توفاش يا جماعه، الفنان في بيته قاعد مع اولاده، بس فجاه كده طلعت شائعه امبارح بتقول ان هو توفى بعد ما عمل حادثه على الطريق اللي عمل عليه حادثه الفنان جورج الراسي، والكلام ده كله كذب، حتى ما عملش حادثه، وقعد في بيته كويس مع اولاده، وطلع قال ان انا الشائعه دي بتستهدفني وناس بتكرهني وعايزه تهدني فبينزلوا الشائعه دي. طبعا طلع عدد كبير من نجوم الفن كان قلقان وكانوا بيقولوا في ايه، وفعلا الفنان توفى ولا ايه؟ الشائعه كانت واخده حدها امبارح يعني. لا حول ولا قوه الا بالله، ده حقيقه وفاه الفنان راغب علامه. الموضوع اللي بعد كده، وقعت في الجيم شام الذهبي ابنة أصالة تنجو من إصابة خطيرة. بصوا يا جماعة، كانت بتعمل حركة معينة رفع رجليها على الحيطة، وكانت بتعمل رياضة معينة. بصوا رجليها كده التنت، يعني المدرب كان بيقول ان هي
العمود الفقري بتاعها كان هيتكسر، او كانت واقفه كده بتلعب لعبه معينه انا مش عارفه اوصفها لكم يعني، دي اللي ادت ان هي كانت العمود الفقري بتاعها هيتكسر. وطلعت اصاله نصر طبعا طلبت الدعاء لبنتها بعد تعرضها لاصابه خطيره في ظهرها. اقول لكم شويه تفاصيل. نجت شام الذهبي ابنه الفنانه اصاله نصري من اصابه خطيره في ظهرها ودماغها ودراعها الاثنين داخل احدى صالات الالعاب الرياضيه، وذلك اثناء ممارستها التمارين الرياضيه. شاركت شام الذهبي جمهورها مقطع فيديو اثناء ادائها التمارين، واظهر الفيديو لحظه سقوطها على راسها وظهرها خلال محاولتها اداء احدى التمارين. طبعا تم نقلها المستشفى في الحال علشان يطمنوا ان مفيش حصل اي كسور في ظهرها او في رجلها، هو تمرين معين كده بيعملوه هناك كانت بتعمله يعني، ووقعت وقعت رجليها عملت كده على ظهرها يعني، وقعه صعبه 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 لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا طلعت الفنانه اصاله نصري وطلبت الدعاء من الجمهور لبنتها بعد ما انهارت انهيار تام بعد ما سمعت الخبر. اتمنى منكم تدعوا لها دعوه كويسه في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده موضوع ماجد المصري، طلع امبارح بيقول بنتي الصغيره بتموت ادعوا لها. القصه بنته الكبيره كانت بتعمل عمليه وبعدها بكام يوم لقينا بنته الصغيره بيطلب الدعاء من الجمهور. الموضوع هقول لكم شويه تفاصيل. طلب من الجمهور الدعاء لها ماجد المصري يعلن مرض بنته الصغيره. اعلن الفنان ماجد المصري عبر الانستجرام مرض بنته الصغرى مؤكدا مرورها بازمه صحيه مؤخرا. وطلب الفنان ماجد المصري من الجمهور الدعاء لبنته الصغرى بالشفاء لمرورها بأزمة صحية مؤخرا، وكتب اللهم اشفي بنتي قرة عيني شفاء لا يغادر سقما، دعاء بالشفاء اللهم اشفي كل مريض. ابنة ماجد المصري الكبرى تدعو لشقيقتها بالشفاء، كما دعت ماهي المصري الابنة الكبرى للفنان ماجد المصري لشقيقتها وقالت اللهم اشفي اختي هي قطعة من قلبي، يا رب لا تريني فيها بأسا يبكيني، اللهم احفظها وعافيها. تم نقلها المستشفى حصل لها شويه اعراض كده، ولغايه ما انا بكلمكم دلوقتي مش عارفين ايه الاعراض دي او ايه سببها، ودخلت تعمل شويه فحوصات وشويه اشعه عشان يعرفوا بنته عندها ايه بالظبط، مع العلم ان بنته الكبيره كانت بتعمل عمليه جراحيه من اسبوعين. وانا طلعت وقلت لكم الخبر. اتمنى منكم تدعوا لها دعوه كويسه في التعليقات، وتدعوا لجميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل، وتدعوا لجميع موتى المسلمين بالرحمه. بصوا بقى قبل ما اقفل، الشخصية اللي امبارح انا كنت عاملة فيديو وكنت بتكلم عن وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده وبقول الموت يوجع الفنانة فيفي عبده، طلعت تكتب لي تقول لي ان شاء الله عقبالك عشان تريحينا، يعني ابتدي عليا ان ربنا ياخدني. انتوا فاكرين يعني لما انا بقول يا ربنا يا رب ياخدني وارتاح وارتاح من الهم، انتوا فاكرين ان هي كويسه يعني وحياتي وردي وكل حاجه حلوه فيها؟ هي كمان طالعه يعني، يعني الواحد انا بس عايزه اقول كلمتين، اللي بيكره حد ليه بيدخل يشوفه؟ او اللي بيدعي عليه ان هو يموت او عياله يموتوا او يحصل له مصيبه، ليه بتخش تحرق دم البني ادم؟ انتوا فاكرين تعليق زي ده كده يعني ما يحرقش دمي ويحرق دم من امبارح كده قاعده بغلي بسبب ان بتقول لي ان شاء الله تموتي انت الاخره ونرتاح منك؟ الموت راحه يا جماعه، يا ريت الواحد يموت ويرتاح والله العظيم. انتوا فاكرين الواحد عايش عيشه كويسه يعني وعايش كده الدنيا ورد وكل حاجه حلوه؟ اكيد عندي مشاكل قد كده وهموم قد كده، يعني بلاش تزودوا على البني ادم يعني. ما انا مش هقدر ادعي عليكي زي ما انت دعيتي عليا، بس هقول بس كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد يحرق دم بني ادم او يحرق دم شخص ما بيفكرش في حياته غير في حاجه واحده، شغله وبيته وان هو يمشي كويس وان هو يتقي ربنا في كل حاجه بيعملها، بس ده اللي انا بعمله. فعشان كده مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.